حبذا لو أشير إلى شيء ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في الكتاب العزيز حينما قال عن المؤمنين حينما تكالب عليهم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم من أسفلكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ذكر الله هؤلاء الأحزاب وقد تحزب الأحزاب الآن على إخواننا في فلسطين. فما هي الإشارة الإيمانية في هذا الجانب مع الإشارة إلى الآية الأخرى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدهم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنا استفدت منك يعني شيخ عبد المنعم يعني جزاك الله خيرا على الإفادة. يعني لعلنا أشرنا إلى هذا من بعيد أول الحديث، قلنا إن القضية لن تكون مع الإنسان ولن يكون الإنسان يقدر هذه الحياة على ما يريد هو، بل ثم سنن يحكم الله تعالى بها عباده في هذه الحياة فيتقلبون بين السراء والضراء، والإنسان يقيمه ربه في السراء كما يقيمه في الضراء، لكن المؤمن المتصل بالله سبحانه وتعالى يعبد ربه في الحالين كليهما، ولأجل ذلك هو يستعذب ما يكون فيه من بلاء، لأنه يعلم أن ما فيه من بلاء هو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يحكي ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره أيضا يقول إنه أصابه مرض حمى شديدة تعب منها كثيرا، وهذه الحمى الشديدة التي تعب منها كثيرا يقول تذكرت عندها شاعرا أصابته الحمى فقال زارت مكفرة الذنوب وودعت تبا لها يسبها تبا لها من زائر ومودعي قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي. فقال ابن القيم بعد ذلك قال تبا له يسب الحمى التي هي مكفرة للذنوب، ما أحراه لو قال زارت مكفرة الذنوب وودعت أهلا بها من زائر ومودعي قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي. أنا أعني هذه النظرة الإيجابية لن تكون من كل أحد، هذه لا بد لها من ترويض للنفس تبقى معها أيها الإنسان راضيا ومفوضا الأمر لله. أن نرضى بقضاء الله بكلامنا هذا موجود وبكثرة، لكن أن تسعى إلى التجرد من ذاتك لأجل أن ترى الحسن والجمال في كل شيء يقضي به الله تعالى فهذه مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا من جاهد نفسه، كما يقول الشيخ أبو مسلم رحمه الله تعالى يقول تجردت من نفسي فلم يبق لي أنا وطارت هوى روحي بأجنحة الفنا. تجردت من نفسي، القضية الآن تماهت النفس تماهت الأنا، وكأن الإنسان ما بقي إلا على ما يراه الله وما يقدره الله سبحانه وتعالى له، لذلك هو يرضى بقضاء الله تعالى. وهذه الأزمات هي أمثلة يسيرة كالأزمات التي نعاني منها. لأجل هذا حينما دخل صلى الله عليه وسلم على أم السائب وأم المسيب كما جاء في الرواية وجدها ترتعش كثيرا من الحمى فقال لها ما بالك يا أم السائب، فقالت إنها الحمى لا بارك الله فيها. هذا الآن قضاه الله تعالى على هذه المرأة بأن تبتلى بالحمى ولا تملك لها دفعا، فقالت له إنها الحمى لا بارك الله فيها، فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. انظر إلى هذه النظرة الآن، أنت سببت الحمى، سببت واقعا، تبرمت من قضاء قدره الله تعالى عليك في هذه الحياة. إن غصت إلى المعاني الداخلية فمعنى ذلك أنك تبرمت من الله تعالى. ولما تبرمت من الله تعالى؟ من الذي قدر الحمى؟ إذن حينما تسبها الحمى ليست شيئا يأتيك باختياره وإنما هو قدر الله، فكأنها سبت الله تعالى بهذا. والإنسان من العسير أن يصل إلى هذا، لكنه وصل إليه كثيرون، وصلوا إلى مثل هذه المرتبة التي تتماهى فيها ذواتهم ويستعذبون كل شيء في هذه الحياة
مقابل أن يكون هذا الإنسان راضيا بقضاء الله. جاءني شاب يقول أخرج من عمله، سرح من عمله، لكنه لم يخبر أهله بالأمر، وبقي أهله يظنون أنه يعمل. فقلت له لما لم تخبرهم؟ قال لا أخبرهم. لماذا أخبرهم؟ مسكين إنسان بسيط، لكن أنا يعني بقيت إلى هذا اليوم وأنا أعده مثالا. قال تسريحي، أنا ما قصرت يقول في عملي بشيء، لكن تعسفت الشركة كما هو الحال الذي يعني شاع في الأيام الماضية فأخرجتني، وأنا أعد هذا قضاء من الله تعالى. يقول لما أشكو الله تعالى إلى المخلوقين إلى أهلي؟ قل هل أشكو الله تعالى إليهم؟ أنا الآن يقول أسعى وأعمل جاهدا لأجل أن أتخلص من هذا الحال الذي أنا فيه، أسعى هذا الواجب الآخر، لكنني لن أشكو الله تعالى إلى مخلوق. هذه مراتب. حتى هذه الأزمات التي نحن فيها إن كنت تنظر إليها بهذا الإيمان الراسخ، بهذا الرضا بقضاء الله حقا والتسليم بأمره، هنالك ستكون تعبد الله تعالى حقا، مهما كانت الأمراض في هذه الحياة، مهما كانت الأوجاع، مهما كانت الأسقام، الإنسان يرضى بقضاء الله تعالى وحده. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتأتي مثل هذه الأزمات أيضا لترسخ هذا الجانب في قلوبنا.